طيب تعالوا مع ياسمين عبد العزيز، نجمة كبيرة ياسمين عبد العزيز طبعا. اه وياسمين عبد العزيز من نجوم جيلها بتشيل فيلم اه طبعا باسمها طبعا. واخر الافلام معاها كانت الابله طمطم، كانت ابله طمطم 2018 تقريبا. آه. شايف من وجهة نظرك كمخرج ايه اللي يميز ياسمين عبد العزيز عن باقي جيلها؟ اولا الطفوله والبراءه والشقاوه اللي في وش ياسمين عبد العزيز، والناس بتحبها يعني. وياسمين بتروح للناس بشكل سهل قريب، بشكل قريب ما بيحسوش انها بتمثل، ما بيحسوش ان في اصل في احيانا الممثل يبالغ في الاداء فالجمهور يبعد عنه. صح. ياسمين ما عندهاش ده، بسيطة عندها متكلفة وعفوية، فالناس يعني الناس بتحبها كده بينها. وبعدين كمان ياسمين كمان عشان ابتدت كمان في الاعلانات وهي صغيرة، ف يعني زي ما بيقولوا كده يعني الجمهور كان بيها. الجمهور كان واخد باله منها يعني. فبصدق ان هي لما جت تمثل كمان وياسمين عملت حاجات حلوة كتير مش معايا انا بس، يعني عملت مع ناس تانية كتير.